نجل وزير سابق. دي حادثة. الحادثة عملت علامات استفهام كتير، لأن الموضوع فيه صديق وفيه خطف بعربيات وغرف أخرى وتعدي. إيه بقى الحكاية؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ لأن احنا بنتكلمش على يعني شخص طفل صغير، ولا بنتكلم على حد يعني مش معروف، وخصوصاً إنه راجع بيته. نعرف الأخبار وتفاصيل هذه القصة هاتفياً معانا زميلنا العزيز الأستاذ فتحي سليمان، مدير تحرير القاهرة 24. يا أستاذ فتحي مساء الخير. مساء الخير، مساء الفل عليك يا أستاذة كريمة، مساء الجمال على السادة المشاهدين كلهم. قصة غريبة، لكن إيه الدافع ورا ده؟ الخطف كان ليه؟ وإيه التفاصيل اللي حصلت؟ لأن إحنا مثلا التفاصيل اللي منشورة بتقول إنه كان في شارع عام جدا ما ينفعش حد فيه يتخطف. طبعا هي القصة يعني عبارة عن تمثيلية، يعني حبكة اتعملت ما بين 10 أشخاص اتفقوا على خطف نجل وزير سابق. يعني خلينا نتحفظ برضو على ذكر هذا الوزير، لأن القضية اتضح إن فيها تفاصيل هقولها لحضرتك مثيرة وغريبة جدا. اتفضل. ابن الوزير السابق كانت تربطه علاقة بالمتهم الأول في قضية الخطف والمحرض والمخطط لارتكاب هذه الجريمة. العلاقة دي المتهم قال في التحقيقات، طبعا القضية كاملة حصلت في شهر سبتمبر الماضي، شهر 29/23. المتهم محمد حمدي وهو مدرب كمال أجسام قال في التحقيقات إن هو تعرف على الدكتور نجل الوزير عن طريق الانستجرام، وصار بينهم علاقه. العلاقه دي تطورت، طلب منه في البدايه يدربه تدريب خاص لكمال الاجسام في المنزل، ثم بعد ذلك يعني اشار الى انه هو اكتشف انه عنده ميول شاذه خلال فتره التدريب دي. طبعا الاقوال دي بيقولها المتهم، ربما تكون للإفلات من جريمته أو من اللي حصل. طبعا بعد المساومات وبعد علاقة استمرت شهور طويلة جدا ما بينهم، وتردد على مكان المجني عليه في الفيلا بتاعته في أحد الكومباوندات في منطقة أكتوبر، في الأخير اتفق المدرب كمال الأجسام مع آخرين على استدراجه وخطفه والتخطيط لخطفه علشان خاطر ياخدوا فلوس منه وياخدوا عربيته وياخدوا المتعلقات بتاعته. طبعا الدكتور محمد، الدكتور اللي هو نجل الوزير، في اعترافاته ايضا طبعا انكر الميول الشاذه، ولكن قال ان هو بدات القصه بتعرف على الانستجرام فعلا، وطلب منه يدربه كمال اجسام تدريب خاص في المنزل، وبعد فتره ما اتفقوش في المواعيد مع بعض، لكن فضلت العلاقه موجوده، علاقه صداقه. وثم بعد ذلك هو عرف مره من المرات ان بنته عندها عمليه، بنت مدرب كمال الاجسام، فعطفا عليه دفع ثمن العمليه كاملا باعتبار ان هو طبيب يعني وبيعمل في شركه خاصه، وبعدين ساءت به الظروف بالمتهم فطلب منه شغل، فقال له خلاص انا هحاول اشغلك باعتبار ان هو صديقه يعني، وقال كان بيتردد عندي. اخر مره تردد عندي في الفيلا وجه عندي البيت، نازلين انا وهو من البيت الساعه 2:30 بالليل، المفروض ان انا مطلعه على المحور علشان ياخد اوبر ويروح. عند المحور واحنا ماشيين في الطريق قال لي هسوق مكانك، خليته ساق مكاني العربيه، ثم بعد ذلك قال لي ما تيجي توصلني المهندسين، قال له انا تعبان الحقيقه مش هقدر. طب قال له اركن على جنب، ركن، ده كلام المجني عليه، ركن العربيه على جنب، ثم لمح في مرايه العربيه في عربيه سوداء سيراتو بتركن وراه، وبعد كده نزل منها اربع اشخاص قالوا له انزل، نزلوه وخدوه وركبوا العربيه كلهم وغموه ودخلوا بيه، طلعوا بيه على شقه، فتشوه قلبوه وخطفوه وخدوا منه فلوس وخدوا منه الاربعه فيزا كارت وخدوا منه العربيه بتاعته. بعد كده طبعا نزل هو، توجه الى قسم الشرطه في اكتوبر، تم تحقيقات، تم هل حصل اي اعتداءات؟ لان التفاصيل بتقول ان كان في اعتداءات بعد ما يعني ضربوه، كان في طبعا ضرب وكان في اعتداء، بس طبعا مش اصابات يعني طعنيه ولا مش اعتداءات جنسيه. لا، ما كانش في اعتداءات جنسيه، يعني هو هو بيقول ان هو تناوبه عليا، واخد بالك، في التحقيقات، لكن الطب الشرعي لم يثبت ان هناك كان في بالضرب يعني. تمام. طيب. والقضيه والمتهمين كلهم نزلوا جلسه، والقضيه امام المحكمه الان وستصدر فيها حكم. اذا هو روح بعد كده للبيت بتاعهم بعيدا عن طلب الفديه ولا حاجه، والناس اللي كانت خاطفينه كانوا مكتفيين بالعربيه والكريدت كاردز بتاعته والحاجات اللي اخذوها منه. وبالظبط، وتم طبعا القبض على جميع المتهمين، ووزاره الداخليه حتى طلعت بيان ساعتها، لكن لم تفصح التحقيقات طبعا بعد ذلك يعني، واحنا حصلنا عليها وافصحت التحقيقات عن ان هو ابن وزير سابق، وزير كبير،
ومعروف ووزير شهير، لكن طبعا تحفظا على اسمه وسمعة العيلة والأسرة الكريمة احنا رفضنا ذكر اسم هذا الوزير. كده وضحت جدا، واحنا بنشكرك على التفاصيل اللي اديتها لنا زميلنا العزيز الأستاذ فتحي سليمان مدير تحرير القاهرة 24، شكرا جزيلا. دي كانت تفاصيل هذه الجريمة اللي كانت حديث القاهرة بمجرد نشرها.